بينضم الينا هاتفيا معالي السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجيه الاسبق. برحب بحضرتك معالي السفير. معالي السفير محمد حجازي معايا؟ طيب احنا بنحاول نتواصل معاه علشان نكون في صورة أوضح عن هذه الزيارة، أهمية هذه الزيارة في هذا التوقيت، أهم القضايا اللي نوقشت يعني في كل لقاء قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعني لما التقى أمير دولة الكويت بقصر بيان، ولما برضو التقى رئيس الوزراء الكويتي بحضور وفدي البلدين، ولقاءه أيضا ألهام جدا يعني مع ولي عهد الكويت، استمرار طبعا الجهود المشتركة لمواجهة التهديدات المتزايدة للأمن الإقليمي، ملفات عدة، مكافحة الإرهاب وغيرها من الملفات اللي احنا عايزين نقف عليها النهارده بمزيد من التحليل. السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجيه الاسبق، برحب بيك معالي السفير. اهلا بك استاذه ديما. اهلا بيك. توقيت الزياره بيحمل الكثير من الدلالات، ايه ابرزها؟ يعني اكيد خصوصيه العلاقات الاخويه بين سمو الامير الشيخ نواف احمد جابر الصباح امير دوله الكويت والسيد صحيح. الرئيس عبد الفتاح السيسي. مصر والكويت علاقات تتسم بالعمق الاستراتيجي، بالوعي للمخاطر الإقليمية التي تهدد أمن الخليج، اللي وصفه السيد الرئيس بأن أمن الخليج والتحديات الداخلية والإقليمية اللي بيواجهها جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي. طبعا متانة العلاقات واستراتيجيتها بتنعكس في الإطار الثنائي المتميز سياسيا وأمنيا وعسكريا، والتحديات اللي بتواجه مصر كما تلك التي تواجه الكويت تقف البلدين سندا للاخر. موقف مصر المعروف من الغزو العراقي للكويت ودعمها السياسي والشعبي والعسكري لدوله الكويت، موقف الكويت المشرف بعد ثوره 30 يوليو حقيقه كذلك على مدار العلاقه الثنائيه، الاستثمارات الكويتيه في مصر استثمارات هامه بنحو 15 مليار دولار. كمان في حجم تبادل تجاري بيتزايد، وصلنا لخمسة مليار دولار هذا العام. لكن الأهم برضو العلاقة الشعبية، هناك الآلاف من الطلبة الكويتيين الذين تخرجوا من الجامعات المصرية وصاروا مسؤولين في أعلى المستويات. هناك اليوم 30 ألف طالب كويتي في جميع الجامعات المصرية، وبيت الكويت الثقافي يرعى هؤلاء منذ سنوات عديدة. صحيح. الجالية المصرية أيضا في الكويت من الجاليات المشرفة القادرة على التعبير عن وطنها ورعاية عملية التنمية في الكويت وتقديم كل ما تستطيع ترعى وتهتم بها ترعاها وتهتم بها الحكومة الكويتية، وكانت محل إشادة دائمة. طبعا احنا على مشارف أعمال لجنة مشتركة، على مشارف أعمال لجنة قنصلية تأكيدا على اقتصادية أهمية وقنصلية. صحيح. بكل التأكيد. طبعا إحنا في منطقة بما ان شديدة احنا بس قلنا اقتصاديه، كمان احنا بنتكلم على ارتفاع، يعني الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء كان ليه بيان صدر النهارده قال فيه ان صادرات مصر الى الكويت ارتفعت بنسبه 19.5% في خلال ال 11 شهر اللي فاتوا بس. فيعني بكل قلنا تأكيد يعني نبرز مع هذه نهاية العام النقطه. مع نهاية العام أكيد هنتجاوز الخمسة مليار دولار اللي تحدثت عنهم. لكن زي ما بيقول السيد الرئيس في كل زياراته الخارجية، يقدم مصر كفرصة استثمارية واعدة. الجانب الكويتي بيستثمر نحو 15 مليار دولار في كافة الأنشطة طبعا على كافة الأصعدة. بس خليني كمان أوضح نقطة بالإضافة للعلاقات اللي هي هتشهد مع اللجنة المشتركة القادمة ال 13، الدورة ال 13 هتشهد نهضة كمان. الحقيقة الكويت تتمتع بحضور يعني سياسي تدور كوسيط عاقل كمان، موقف رسمي دايما متزن بيسعى لرأب الصدع العربي ومحاولة تقريب وجهات النظر بين الأشقاء. كان ليهم دور تاريخي في الخلاف المصري السعودي أيام حرب اليمن، كان ليهم دور تاريخي أيام الصراع اللي كان قائم بين سلطنة عمان واليمن الجنوبي في الستينات والسبعينات، حتى بين باكستان وبنغلاديش، دولة لها سمعتها. واليوم أيضا
هي تتحرك من خلال إطار الجامعة العربية لتعزيز فرص أجندة اللحمة العربية وربط أجندة القمة القادمة، وربما لقاء السيد رمتاز لعمام وزير خارجية الجزائر مؤخرا واجتماعاته في دولة الكويت هي تأكيد على أن صياغة أجندة القمة العربية تتم بالتوافق بين حكماء المنطقة وعلى رأسها دولة الكويت التي أيضا تنظر في بحث يعني الخلاف المغربي الجزائري، ولها دور كان محمود في الأزمة الخليجية بين قطر ومجموعة دول الخليج هل تعتقد أنه هيكون في لقاء مصري جزائري كويتي في هذه الزيارة؟ أنا كل ما أعتقده أن القمة العربية في حاجة للتشاور بين سمو الشيخ نواف الأحمد جابر الصباح والسيد الرئيس، طبعا الجانب الجزائري في حراك دبلوماسي دائم سواء للكويت أو لمصر أو لغيرها من البلدان العربية في صحيح. محاولة لصياغة أجندة عربية توافقية. فأنا أظن دولة الكويت بحكم مكانتها وحركتها الدؤوبة كوسيط عاقل وكمان ليها موقف رسمي شريف في الدفاع عن القضية الفلسطينية في الوقت اللي حتى كان للكويت بعض التحفظات على الموقف الفلسطيني أيام الغزو العراقي للكويت، إلا أن الكويت بحكم مكانتها وعروبتها بتتخلص بسرعة من أي موقف سلبي مع شقيق، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بالقضية طبعا يعني الفلسطينية. الكويت ليها مواقف عدة يعني على المستوى العربي والإقليمي لا يمكن لأي حد أن يغفله، لكن خلينا في هذه الزيارة نركز شوية على أبرز الملفات اللي هتكون حاضرة على طاولة اللقاء بين الرئيس السيسي وشقيقه أمير الكويت. أظن الأوضاع العربية هتحمل القضية السورية، الأوضاع في الخليج، الضغوط التي تمارسها بعض الدول الإقليمية كإيران على أمن الخليج وأيضا تركيا، ولكن بالتأكيد التوغل الإيراني خاصة في ضوء المباحثات الأممية اللي قد يعني تقود لتوافق بشأن الاتفاق النووي الإيراني دون النظر لمصالحها وتدخلاتها في الشأن الداخلي لدول الخليج. كذلك يعني هناك مساحة لدور كويتي في كافة قضايا المنطقة ولها مكانتها واحترامها. القمة العربية أظن ستشغل يعني جزء رئيسي من اهتمامات الكويت ومصر طبعا والجزائر وغيرها من البلدان العربية. الملف السوري أيضا حاضر وبقوة، ملف التعاون العربي مواجهة تحديات التدخل الإيراني، العلاقات مع الولايات المتحدة أيضا بحكم يعني الانسحابات الأمريكية من المنطقة ومن آسيا والتوغلات الراهنة للقوى الإقليمية، كل تلك الموضوعات والتحديات هي هامة جدا للمرحلة القادمة. طيب يا فأظن ترى تتوقع ايه الاضافات اللي هتضيفها الدورة 13 للجنة المشتركة المصرية الكويتية أولا واللي هتكون في القاهرة؟ تعزيز الاستثمارات، التعاون في كافة المجالات يعني خاصة المجالات السياسية والأمنية والعسكرية الاقتصادية والتجارية، التعليم أيضا جزء رئيسي من أعمال اللجنة، الزراعة والسياحة أيضا من ضمن بنود التعاون المصري الليبي. يعني تعزيز العمل العربي المشترك هيبقى جزء من النقاش السياسي، أما على المستوى الفني فأنا أعتقد يعني الجوانب الاقتصادية والتجارية والتعليمية وباقي بنود التعاون الفني هتكون حاضرة وبقوة. أما التوافق على المستوى السياسي وتعزيز العمل العربي المشترك أمر هام جدا عند انعقاد مثل هذه الدورات للتأكيد عليه، حتى تستمر الاستثمارات الكويتية، لأن مصر الآن وأكثر من أي وقت مضى هي فرصة بالفعل استثمارية واعدة للكل، سواء كنا نتحدث عن الأشقاء العرب أو الاستثمارات الخارجية. وأنا أعتقد أن مصر بحكم مكانتها وجاذبية اقتصادها الأكثر استقرارا في المنطقة ورغم جائحة كورونا فلا زال الاقتصاد المصري ربما والاقتصاد الصيني هما اللذان يحققان يعني نسب إيجابية عبر العامين الماضيين على وجه التحديد. كمان التعاون في المجال الصحي أظن هيكون هام جدا، ولعل حضرتك أعتقد تابعت مخرجات يعني التوجه الدولي لاختيار مصر مقر لإنتاج لتصنيع وإنتاج الـ MNRE بالضبط اعتمادا على التكنولوجيا الحديثة. وانا صحيح. اعتقد
مصر ستكون يعني مصدر خير دائما لكل أشقائها، سواء في المجال الصحي أو في باقي مجالات التعاون، مع شقيقة تعتبر يعني أحد ركائز العمل العربي المشترك. معالي السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنا بشكر لحضرتك يعني هذه المداخلة الكريمة اللي وضحت لنا فيها، والحقيقة حطيت إيدينا ونظرنا على نقاط هامة جدا يخص الجانب المصري الكويتي، سواء كان في العلاقات المشتركة أو كمان على المستوى الاقتصادي والقنصلي والاجتماعي والثقافي وغيرها من القضايا محل الاهتمام المشترك بين البلدين.